تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام، عبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبيري رعاية دكتور نيوتريشن. طبعا معاكم أخوكم الصغير محمود يوسف العلي، وأختكم العودة ندى الملة. صباحك الله بالخير دكتورة. صباحكم الله بالنور والسرور. الحين تدري المستمعين شي يقولون محمود؟ أيه. يقول هاي يتبادلون، أسبوع هي عودة أسبوع هي صغيرة. عاد على تبادل أدوار يعني عشان ما تملوا، مو كل مرة ناخد عودة هو صغير يعني نتبادل. صباحكم الله بالخير والنور والسرور في ثالث يوم من أيام شهر رمضان الكريم. عاد علينا عليكم إن شاء الله باليمن والبركة، عوام مديدة. ونذكركم أرقام التواصل معنا 600-55-1414 ورسائل نصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت نور دبي. نور دبي على انستغرام. هي الصحة ليش ما شغلنا؟ والله يعني الداتا على حسابي ترى. هي الداتا على حساب محمود، ما عنده واي فاي، ما يعطونا باسورد الواي فاي. ناسي اليوم الايباد مال الهيئة، فان شاء الله باكر ان شاء الله ما نرجع على الايباد مال الهيئة. لكن على طاري الداتا، في جوائز عندنا. هي عندنا جوائز كل يوم، عندنا مسابقة رمضانية. شفتي كيف قصيت عليك؟ اصلا الداتا ما له خص في الجوائز. يلا قولي. مفروض نعطيهم هدايا داتا، تعرف لو يسوون هدايا داتا حلو. انزين، كل يوم عندنا مسابقة رمضانية جوائزها 500 درهم، يتم السحب في نهاية الحلقة. سؤال الرمضاني لليوم، ما هو الوقت المناسب لممارسة الرياضة في شهر رمضان للشخص الصحي؟ ركزوا، للشخص الصحي. رقم 1 وقت الصباح، لأننا نكون على نشاط وحيوية. رقم 2 ساعتين من وجبة الإفطار، بعد ساعتين وجبة الإفطار. أم رقم 3 قبل الإفطار بساعة أو أقل، أو رقم 4 قبل الإفطار بساعة أو أقل، وأيضا نستطيع ممارسة الرياضة بعد ساعتين من وجبة الإفطار. طرشوا الأجوبة، رقم الجواب على 4006 فقط، ما نقبل أجوبة على الإنستغرام. الإنستغرام والسوشيال ميديا عندنا مسابقات ثانية إن شاء الله. صحيح. بتكون ممكن تدخلون حساب هيئة الصحة DHA_Dubai بتلاحظون أو بتتعرفون على المسابقات اللي عندنا. عندنا من بين المسابقات اللي موجودة مسابقة صحة وسعادة، الفيلر التلفزيوني هذا اللي ينزل في سؤال يومي. صحيح. تقريبا كل يوم بيختارون فايز واحد، وهذا الفايز بعد 7 أيام بيستوي عليه 7 أشخاص، بيصير في سحب 5000 درهم حق الفايز. فممكن تشاركون في هذه المسابقة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بي. والأسئلة سهلة محمود، الأجوبة وايد سهلة، والأجوبة موجودة في الفيلر نفسه، فأسهل من تي ما في. بنغششكم عادي. إنزين، عموما في من مسقط لدبي الجمال، مبارك عليكم الشهر، شكرا لكم. إنزين، صباحكم سكر، صباح النور دكتورة. هلا. طبعا في رمضان يجون هذيل المدخنين. أي والله. قال الله أكبر. إيه. ولع على هذا الصلب. صحيح، قبل ما يفطر بعد. ها؟ قبل يشرب ماي حتى. صح. إنزين، هذا في دكتور اسمه قاغان قولان. الدكتور هذا رئيس قسم أمراض القلب في كلية الطب بجامعة جيرسون التركية. طبعا الدكتور حذر من أن التدخين بعد الإفطار مباشرة في رمضان، لأن تأثيره كبير على القلب والأوعية الدموية. يقول من يدخنون السجائر مباشرة بعد الإفطار يتعرضون لحالة من رعشة الجسم،
ترى هذا اللي يدورونه هم. هل الإحساس هذا؟ إنزين عموما خاصة ارتعاش الأرجل والأقدام بالإضافة إلى الدوخة، حيث أن التدخين تدخين سيجارة بعد فترة انقطاع طويلة يستثير جميع آليات الدفاع في الجسم، وهو ما لا يحدث في حال التدخين عبر فترات انقطاع قليلة. فالتدخين في رمضان يلحق ضررا كبيرا بجدران الأوعية الدموية أكثر من التدخين في بقية العام. من جهته يقول الدكتور علاء الزغبي من مركز باكوليف لجراحة القلب والأوعية الدموية في موسكو إن التدخين عقب الإفطار مباشرة يزيد من أمراض القلب والأوعية، لأنه يساهم بشكل فعال في تصلب الشرايين، بالإضافة إلى ارتباكات أخرى في جهاز الهضم تعمل على زيادة نسبة أمراض الأوعية الدموية. ودعا قولان إلى استغلال فرصة شهر رمضان للبدء في الإقلاع عن التدخين من اعتياد الجسم على التوقف عن تعاطي التب خلال ساعات الصوم الطويلة. نعلق على هذا الخبر، منشوف إذا أسمه ممكن تكون معانا على الهواء ولا لا. تفضل دكتور. محمود، هالدراسة أولا أحيي أن أسماء الأطباء أسماء عربية، يعني أنا هذا ودي أنتبه له في أي دراسة تكون موجودة، فتحية لكل طبيب عربي عال وعالم عربي وصل إلى العالمية بأن يكون يشتغل في مستشفيات معروف في موسكو في أمريكا، رقم واحد. رقم اثنين، هذا ينطبق. أنت اشتغلت في باكستان؟ هي أنا اشتغلت في باكستان. كنت نص عالمية. انزين. فمحمود، هذا هاي الدراسة تأكد على النظرية إحنا عندنا. إحنا دائما لما نخلي المدخن يقلع عن التدخين، تعرف نحرص على أي وقت في التدخين لما ينش أول الصبح يبدأ يدخن. ليش؟ لأن يكون في مرحلة صيام طول الليل، وأول ما ينش الصبح قبل ما إحنا نقول يشرب قهوة أو يشرب ماء يبدأ يدخن، لأن تأثيره على الأوعية الدموية وعلى الكلى وعلى المعدة جدا 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 كبير. فأنت لما تاخذ تدخن الجيجارة وأنت صايم، يعني أنت عارف يعني تلحق أضرار مضاعفة من لو أنت كنت خلال يعني لو كنت أنت مو بصايم أو ماكل. الله يذكره بالخير. فنوقف تدخين يا جماعة، خلينا نستغل رمضان. عندي روميتي في الجامعة عمر، ساعة 3 نش ولا طاك 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 مدوخ رقد الساعة 7 نش ولع طاقته وشو يكح طول الليل. انت بعد ليش يدخن ليل الحينه يدخن ليل الحينه؟ عمر ما بنقول اسمه كامل عشان حفظه خصوصيه. انت عارف نفسك، انت صديق محمود. هذه نصيحه في شهر رمضان مبارك، حاول ان تقلع عن التدخين، وعندنا عيادات اقلاع عن التدخين ممتازه، في دكاتره ممتازين. تواصل معي في العياده بنعطيك موعد. هذا هو فرويس الحين، الحين ما تبحث ما اعرفه. المهم معانا اسماء الجناحي. اسماء صبحت الله بالخير. صبحكم الله بالنور والسرور. كنا نتكلم عن المسابقات اللي عن طريق السوشيال ميديا في وسائل التواصل الاجتماعي، احنا نبغى نعرف يعني شو الجديد عندكم في رمضان. عندنا نحن بس قبل ما ابدا بالمسابقات، نحن امس كنا مسوين احصائيه استبيان على تويتر، شو كان اول يوم رمضان؟ هل انت كنت نشيط؟ لم يتغير شيء ولا تعب؟ للاسف 39% قالوا كان تعب، 30% قالوا ما تغير شيء، 31% اللي كانوا انهم نشيطين. ما شاء الله، ممتاز زين والله. 31% نسبه زينه ترى اسمه. وتسالتي شو وضعهم زين؟ يعني ثلث الناس زين مساكين، يعني بعد مع طول ساعات الصيام 39% هي قم ندى وربعها زين. صح، انت ما تغير شيء عندك؟ انا ما تغير. لا 39% كانوا تعبانين، تقول لك كانوا تعبانين. لا الحمد لله رمضان ما شاء الله خفيفه العام، الحمد لله. انزين استبيانك اليوم شو؟ كل يوم عندك سؤال اسمه تسوين عليه استبيان ولا كل كم من يوم؟ انزين كنا نتكلم عن المسابقات، انا يمكن ما شرحت لهم بشكل كبير شو تفاصيل هذه المسابقه. نحن عندنا ثلاث مسابقات. المسابقه الاولى هي وياكم في الاذاعه، واتوقع الجمهور عارف منها. المسابقة الثانية، نحن عندنا مسابقة ثانية اسمها صحة وسعادة للفليرات اللي تنزل بشكل يومي على الانستغرام. فيها سؤال، لازم يسمعون الفيديو كامل ويشوفون دكاترتنا شو يقولون ويحصلون الجواب الصحيح. يجاوبونا في الكومنت، يدخلون في القرعة، نختار واحد لآخر أسبوع يمكن يفوزون 5,000 درهم. والأجوبة والأسئلة سهلة أسمى صح؟ أنا شفت أشوف الفليرات والأسئلة وايد سهلة، والأجوبة في الفلر نفسه يعني 5,000 بسيطة. تعرفين ليش يشوفين فلارات؟ ليش؟ أنت طالع فيها. أدري. لا أشوف فلارات زملائي. لأن المسابقة الثالثة اليوم بنطلعها إن شاء الله، وهي طبختنا عليك.
راح نحط مقادير راح نحط مقادير اليوم على الانستغرام نحن مع صحيفة الإمارات اليوم. السلام. ولازم نطبخها؟ ها؟ نطبخها ونصور لكم؟ هي هذا اللي عليكم، نحب نحط مقادير وانتوا عليكم ابتكار طبخة. حبيت المسابقة، أنا بشترك باكر. دكتورة بعدنا نترياش على ممنوع صح اسمه؟ ممنوع أي موظفة من الهيئة خاصة إذا كانت دكتورة وتداوم في مركز البرشة ممنوع تشارك في مركز البرشة، ممنوع لو تداوم في أي مكان ثاني وقدها خليك قدها المسابقة. لا لا إن شاء الله اليوم ما نزلتش الفيديو اسمه فارس طيب إن شاء الله. خليك قدها وتغير هي حنا نحاول نحفز فيها الناس، هي مش مسابقة لكن أكثر من هي إلهام الغير بالتغير الإيجابي. صحيح. فنحن اللي نبغى في هاشتاج خليك قدها وتغير الناس صورونا الأشياء أو الأهداف اللي هم حطوها نفسهم ونبيبدوا من رمضان بالتغير الإيجابي. زين أسمع عطينا رسالة التحفيزية اليوم الإيجابية عشان نطلع فاصل. لا اليوم أخبركم بدل الرسالة بقول لكم إنه وايد مهم إنه يزورونا اليوم في ناس. أها. لأن عندنا وايد مسابقات ومنافسات وايد بيحبونها. صحيح. طيب شكرا لك. الحين نطلع الفاصل. يلا شكرا لك اسماء. عموما نطلع فاصل، بعد الفاصل نتواصل معاكم ان شاء الله. عندنا اليوم موضوعنا الرئيسي ما نتكلم فيه عن جراحات السمنه والصيام، موضوع مهم، موضوع وايد مهم. وايضا بعد ما نتكلم عن بعض الاشياء الخاصه بالتغذيه. عساكم بخير رقية محمد عبد الرحمن وقالت الجواب زين ويا رب صح يا محمود ان شاء الله صح. تواصلت مع محمود على الجواب. لا هو سيستم في النهايه ما يخصنا واسطه من واسطه. عموما دكتوره هلا نطلع فاصل. يسلم عليك. الله يسلم الشر ويسلم على المستمعين الكرام. فاصل طبعا. وراجعين. صحه وسعاده. رجعنا لكم عشان نكمل فقرات برنامجكم برنامج صحة وسعادة. أذكركم بسؤالنا حلقتنا رمضانية لليوم. سؤالنا هو ما هو الوقت المناسب لممارسة الرياضة في شهر رمضان للشخص الصحي؟ رقم واحد وقت الصباح لأننا نكون على نشاط وحيوية. رقم اثنين بعد ساعتين من الأفطار. رقم ثلاثة قبل الأفطار بساعة أو أقل. أو رقم أربعة قبل الإفطار بساعة أو أقل، وأيضا نستطيع ممارسة الرياضة ساعتين بعد وجبة الإفطار. الأجوبة طرشوها رقم الإجابة على 4006 مع اسمكم الثلاثي. ما نقبل أي أجوبة على الإنستغرام. وعندك يا محمود الدوخة وقت النوم يعني وأنا راقد أدوخ أحس بموت، هاي من شو؟ أنا ما فهمت السؤال. الدوخة وقت النوم يعني وأنا راقد أدوخ أحس بموت، يعني انت تحس بالدوخه وانت نايم يعني لما تنسدح، يعني لما تنام مستلقيا مسطحا. رحت كذا دكتور قماشه فايده. رحت انت طبيب انف واذن حنجره فحصك الاذن الداخليه. احيانا ترى اسباب الدوخه يا جماعه تكون غير معروفه، في نسبه معينه من الدوخه اللي يسمونها بالانجليزي فيرتايجو ليس له سبب معين. اذا فحص الاذن الداخليه ما لها مشكله، العين ما فيها مشكله، سويت اشعه على راس ما في مشكله. هذا اللي كان خالع ضرس العقل ويقول ما يا حبيبي سير المستشفى يا احمد. سير المستشفى اخوي تعال. الله يخليك يعني مو بنا شغله تسكت عنها. الله يخليك توجه للمستشفى. عموما دكتورة نحن بنتكلم الحين عن موضوع مهم، مو بوايد مهم. كيف تقول مهم وبيقول مو بوايد مهم؟ كيف مو بوايد مهم؟ اوكي انا بالنسبه لي مهم، اختلاف وجهات النظر لا يفسد الودي قضيه. زين بس نحن ذكرنا بسؤال الحلقه. هي قلت لهم انت ما كنت مركز، كنت مع احمد الخالع ضرسه. لا لا غامضني يقول نايم ما فهمت. سير المستشفى اخوي. إنزين عموما اليوم نحن نتكلم على بعض المشاكل اللي قد يواجهها الشخص اللي مسوي عمليات المعدة اللي هي ثلاث عمليات الحين ولا أربعة زاد. ودكتور زيد جرب شوي من المايك خلنا نسمعك. لا هي أكثر من ثلاث، أكثر من ثلاث حسب الوزن وحسب المريض بعد العملية ردمتها مرة ثانية. فلكن عموما نحن في مستشفى دبي نسوي قص معدة وتحويل مسار. تمام. معانا طبعا دكتور زيد عبد العزيز المازم استشاري الجراحة العامة والسمنة في مستشفى دبي. صباحك الله بالخير دكتور. حد الشيء نتي عليك بشراع ميداف. انزين ومعانا ايضا خبيرة اخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الاخت عفرة ناصر قطان. صباحك الله بالخير. صباحك الله بالخير. اليوم نحن نتكلم عن الشغلتين هذيلة، يعني خاصة ان في ناس يفكرون يسوون عمليات
زين، وفي ناس يعني سووا وفي ناس مو محتاجين وماخذين التجميل دكتور، وفي ناس لا يخافون انهم يسوون هذه العمليه لان هي عمليه جراحيه. وايد مفاهيم في هذا الموضوع، فخلنا نتكلم عن هذه العمليات دكتور. في البدايه منو اللي يحتاج يسوي هذه العمليه؟ هي طبعا العمليات تعتمد على الكتة الجسم. فإذا كانت 40 وما فوق فطبعا المريض يحتاج عملية، وإذا هالكتلة كانت 35 وعنده سكر ضغط والكوليسترول فطبعا بعد يحتاج عملية، فهم هاي الأشخاص اللي يحتاجون العملية. ممتاز. انزين شو أنواع الجراحات؟ الحين عرفنا منو لازم يسوي، شو أنواع الجراحات الموجودة؟ والله هو القص معدة أول كان تحويل مسار هو اللي منتشر عالميا، وقص معدة في وقت الحالي هو العدد نسبته عالي، فقص معدة وتحويل مسار، وفي طبعا الميني بايباس وأوميجا لوب اللي تسوى ونتائجه بعد زينة يعني. في هنا طلعين البوتوكس، البوتوكس مال المعدة، شو رأيك فيه دكتور زيد؟ مو رحم مستوية تراها، هو كل شيء يطلع في هذا، فهذا الجزء من الجسم بالتحديد يستوي موضة أول شيء. والله بصراحة في المؤتمراتنا في عمرنا ما تكلمنا عن البوتوكس. أوكي. فالطبيب اللي يسوي يعطي البوتوكس بجانب البوتوكس يعطي أدوية اللي هي صحيح تنزل الوزن. فأنا أعتقد أن هاي الأدوية هي اللي تنزل الوزن. مو بالبوتوكس نفسه. وبعدين تم 4-5 شهور. وإذا مريض ما حافظ يرد يزيد 10 كيلو ينزل. البوتوكس كيف طريقة يعني أنه بيصغر حجم المعدة؟ لا يسوي العضلة اللي هي بالكاد يرخيها. أنزين. لكن عموما الدواء نفسه هو اللي ينزل الوزن. أنزين. أنا أبغي أتكلم على الجانب التغذوي في هذا الموضوع. يعني الحين الحل السهل اختي عفرة أن يروحون يسوون هذه العملية، لكن عشان تسوي هذه العملية أنت أصلا مطلوب أنك أنت تنزل وزنك. فخلينا نتكلم عن الأسباب اللي ممكن تؤدي إلى السمنة في البداية. انزين. اثنين، شو أهم الطرق اللي ممكن نحن نعالج على أساس أن نخسر هذا الوزن، خاصة إذا ما متكلم اللي أنا أعرف أن هذه اللي بيسوون هذه العملية عندهم رجيم خاص سووا لهم قبل العمليات أسبوعين يتبعون رجيم خاص. إيه خبري عن هذا الموضوع. أوكي. بالنسبة للأسباب نعرفها بشكل عام اللي هي أسباب النظام النمط الغذاء الغير صحي وعدم اتباع الرياضة وإلى ذلك، لكن بالنسبة للعمليات قبل بأسبوع أو أسبوعين يجب أن يتبعون نظام غذائي قاسي قليل الدهون وعالي بالبروتينات. الرجيم بيكون نعطيهم سبلمنتس عالية في البروتين، ويمشون عليه لمدة أسبوعين. لكن بعد العملية النظام الغذائي ينقسم إلى 4 مراحل. أن المرحلة الأولى اللي بتكون مرحلة السوائل الصافية اللي هي بتكون في المستشفى لمدة 3 أيام. عقب أن مرحلة السوائل الكاملة بتكون بعد أسبوعين من العملية. وأن مرحلة الطعام المهروس بتكون لمدة أسبوع. ثم الطعام اللين اللي هو بيكون الأكل العادي لكن يستمرون عليه من 4-6 أسابيع. جميل. نرجع حق البوتوكس حق المعدة دكتورة. أنت قلتي إن نعطيهم نظام غذائي بعد العملية. بعد العملية. فهذا يأكدنا إن النظرية عند المرضى هي نظرية خاطئة، إن أنا لو سويت أي عملية من عمليات السمنة باكل أنا أباع عقب هذا ما بيزيد وزني. غلط. فهم الناس يمشون على النظام على نظام غذائي طول حياتهم ولا ممكن يرجعون لأكلهم العادي اللي كان قبل ما يسوون العملية. هم سووا العملية ليش يرجع للنظام غذائي ويرد يمتن مرة ثانية؟ فهاي النظام الغذائي بعد العمليات بيكون تقريبا مدى شهرين قبل العملية. زين. بعد العملية أنا قلت مثل ما قلت لك بيكون أسبوعين بيكون نظام غذائي عالي البروتين وقليل الدهون، هذا قبل العملية بأسبوعين لازم يتبعه. سب نقلل حجم الكبد ونسبة الدهون حواليه، سب الدكتور يوم يدخل المنظار أو شيء يقدر يروم يشوف المعدة وما تكون حاجز له. هذا قبل العملية. لكن بعد العملية قلت المراحل بتكون 4 مراحل. والنظام اللين على حسب قدرة تحمل المريض. أنا ما أقدر أحدد مثلا أنك تبدأ هالمرحلة الحين لو لا. صح. المريض هو روحه اللي يقدر يحدد هاي. دكتور زيد قول عن المسألة هي، تفضل. للأسف شو اللي نشوفه في العياداتنا أن المريض يعني لازم على الأقل أنه يسوي واجباته أنه يقرأ قبل ما يجي حتى العيادة، بجانب ما إحنا نشرح له. صحيح.
لكن للأسف ما يستوي هالشيء. وحتى أنا مع أقول الدكتورة لو المريض كل بعد العملية الأكل العادي لأنه بيأكل بكمية قليلة إنزين بينزل وزنه بجانب الرياضة صحيح، لكن للأسف لا ما شيء من هالشيء اللي يستوي. فهو خاصة نحن عندنا 90% حريم فتهتم يعني بالمظهر يعني للأسف ثيابها بالكعب العالي وتنسى الرياضة والأكل، ممكن تأكل حلويات وتأكل فبعد عزائمنا وايد دكتور زيد على عينه والرأس، لكن أنت ضد المرأة دكتور. لا لا أنا مو ضد المرأة لأن عندي المرأة عندي 90% هم الحريم، المرضى 90% حريم هم اللي يسوون العملية. عموما نحن بنكمل الحوار هذا ما نطلع فاصل، بس قبل الفاصل خلينا نذكر بسؤال المسابقة دكتورة. سؤالنا لليوم يقول ما هو الوقت المناسب لممارسة الرياضة في شهر رمضان للشخص الصحي؟ الإجابة رقم واحدة وقت الصباح لأننا نكون على نشاط وحيوية، إجابة ثانية بعد ساعتين من وجبة الإفطار، إجابة ثالثة قبل الإفطار بساعة أو أقل، أو الإجابة الرابعة قبل الإفطار بساعة أو أقل، وأيضا نستطيع ممارسة الرياضة بعد ساعتين من الإفطار. الجواب على 4006 فقط. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله وقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي وبرعاية دكتور نيوتريشن. سؤال حلقتنا اليوم بتخبركم عنه دكتورة ندى، تفضلي. سؤالنا رمضاني اليوم ما هو الوقت المناسب لممارسة الرياضة في شهر رمضان للشخص الصحي؟ رقم واحد وقت الصباح لأننا نكون على نشاط وحيوية، رقم اثنين بعد ساعتين من وجبة الإفطار، رقم ثلاثة قبل الإفطار بساعة أو أقل، ورقم أربعة قبل الإفطار بساعة أو أقل، وأيضا نستطيع ممارسة الرياضة بعد ساعتين من الإفطار. طرشونا الأجوبة على 4006 فقط وليس على الانستغرام. طيب. وحنا موجودين اليوم على نور دبي فقط. ضيوفنا في الاستوديو الدكتور زيد عبد العزيز المازم استشاري الجراحة العامة والسمنة في هيئة الصحة بدبي مستشفى دبي، وأيضا معنا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي عفرة ناصر القطان، وهذه مو بضيفة طبعا دكتورة ندى من أهل البيت على كيفك. كنت بتقولها فأنا قدمت لك إياها. يا سلام عليك. يا سلام. عموما عندنا 10 دقائق بس عشان استقبال الأجوبة، ما نرجع دكتور نتكلم عن موضوعنا اليوم. نحن وين وقفنا قبل الفاصل دكتور عن موضوع؟ كان في سؤال مهم عندنا على الانستغرام محمود كلمنا من السألة اللي هو مال البالون صح؟ مال البالون. يقول لك دكتور في شيء مثل الحبة اللي تنبلع وتستوي نفاخة في البطن وبعد فترة تذوب هذه المادة، هذا منتشر يعني قالوا في دولة خليجية بس ما أعرف أضراره وإذا موجود عندنا في البلاد ولا، سمعت عن هذا الشيء؟ لا هي موجودة ايه؟ لكن يعني أنا ما أعتقد أن تنزل الوزن اللي هو المطلوب. أوكي. زين مثل البالون يعني ف بعد ما أنت يعني بعد فترة إذا شليت البالون يرد تزيد وزنك مرة ثانية، ويعتمد إن كم وزنك. صحيح. عادة إحنا ممكن نحط البالون للأشخاص اللي أوزانهم زايدة قبل العملية إنه ينزل 10-15 كيلو إذا عنده إرادة. جميل جميل. دكتورة عفرة الحين إذا نحن تكلمنا أن هذا يكون في لهم حمية غذائية، يكون لهم وضع معين، أنا السؤال اللي في بالي طيب أنت ليش تسوي العملية ما دام أنك أنت بتهتم بغذائك بتهتم بالشيء اللي تأكله قبل وبعد العملية، ليش تبغى تسوي العملية؟ يعني ما دام عندك إرادة ليش تسوي عملية؟ الناس ما عندهم إرادة كلهم ما كلهم الأسرة يدورون، ما انا اقول لك محمود يفكرون عقب ما اسوي العمليه ترى يونا في العياده يقول لك انا بسوي عشان عقبها ارد اكل انا اباه وبعدين الكميه اللي اباها ولكن اظن دكتور زيد نفس ما يعني امهاتنا دائما يقولون المعده تتوسع، امهاتنا دائما يقول المعده مثل البالون تتوسع حسب اكلك، فتوقع فهل ينطبق بعد عمليات حتى القص او تحويل المسار او اي من العمليات؟ صحيح
صحيح ان المعده تتوسع في قص المعده. انت عندك حوالي سنه سنه ونص ان تنزل من وزنك الزايد، عاده ان تنزل 70% من وزنك الزايد بجانب مع الرياضه طبعا. هي مع الرياضه لكن لا يستوي انك انت من شفت ان بعد فتره تقدر تاكل فترز يعني على عمرك وتاكل فيتم الوزن يا إنه زاد شوي أو يمكن مثل الأول. صحيح. بالعادة بعد مثل العمليات، عمليات قص المعدة، كم الواحد يحتاج عشان يرجع ممكن يقول لنمط حياته الطبيعي أو أكل الطبيعي، يعني يحس إنه هو يقدر يتقبل الأكل؟ طبعًا مثل ما قالت الدكتورة إنه يعني بعد 4 أسابيع يأكل أكل العادي، لكن أنا أعتقد هو طبعًا عنده 6-8 أسابيع اللي هو يواجه المشكلة إنه يتعود. إن كيف شو تكون المشكلة الأساسية عند يكون عنده حس بلوعة أو يحس إنه مو بيوعان، ولا شو تكون المشكلة بالعادة؟ عنده سوائل في شرب السوائل، في يمكن يأكل نوع من الأكل ويمكن ما يقدر يأكل، مثل يمكن يأكل لحم ما يقدر يأكل سمك أو دياي، فهني هو طبعا هو أوريدي متعود على الأكل بكمية كبيرة. صحيح. فطبعا عند هالمشاكل تكون جميل. فرمضان فرمضان يعني وضع يختلف بالنسبة للأكل اللي مسوي العملية دكتورة؟ جدا يختلف. اي خبرينا. اوكي، بالنسبة لرمضان الدكتور طبعا هو اللي يحدد المريض يقدر يصوم او لا. بالنسبة للمرضى اللي عدوا بعد الأسبوعين من العملية هاي يقدرون يصومون، اللي يكونون في مرحلة الطعام المهروس او المطعون. لكن الناس اللي في مرحلة السوائل الشفافة او الصافية ما ننصحهم ابد بالصوم، لأن برضه العمليات يحتاجون الماء ويحتاجون شرب السوائل بكميات عالية من لترين ونص إلى لترين. فبالنسبة لبعد العمليات بعد الفطور أو الساعة الأولى من الفطور المرضى يجب أن يأكلون مثلا إذا فطورك الساعة 7 إلى 8 تبدأ هاي الفترة كلها بشرب السوائل الصافية. السوائل الصافية أقصد فيها مثل العصائر، عصير التفاح، شربات الصافية، الماء. تبدأ بها الساعة الكاملة تأخذ المشروبات. نحن أن المرضى نعطيهم بريك بين الأكل والشرب نص ساعة. بعد بريك النص ساعة اللي هو على 8:30 تبدأ تأكل الأكل المطحون أو أكلك المهروس. بعد هالساعة تأخذ لك بريك نص ساعة تبدأ بشرب لترين أو لتر ونص من الماء إلين وجبتك الثانية اللي هي بتكون على الساعة 11. على الساعة 11 تأخذ وجبتك أقوى تكمل شرب السوائل إلين الوجبة الأخيرة اللي هي سحورك، وحاول قدر ما تقدر أن تأخر السحور، وبين كل وجبات تأخذ لك الكميات المحتاجة من السوائل. جميل. خارج موضوعنا، ممكن مواعيد عمل بنك الدم في رمضان موجودين الجماعة من الساعة 9 إلى الساعة 2 في مستشفى لطيفة، وأيضا الفترة المسائية من 7:30 أعتقد لين الساعة أو استغفر الله من الساعة 8 لين الساعة 11 في الليل عندهم الفترة المسائية يكونوا موجودين. فاللي حاب يتبرع بالعكس زين. في بعض الأسئلة بنتكلم عنها معاك دكتورة عن التغذية بالنسبة للمرأة الحامل، ولكن منعود حق موضوعنا الرئيسي. ممكن أضيف شيء بس؟ تفضل دكتور زيد تفضل. أنا ما أعتقد تدفع دكتور تفضل. أنا ما أعتقد إنه والله إذا المريض سوى بعد شهر إنه يقدر يصوم، لأنه مستحيل إنه يقدر يشرب لترين أو أكثر في الفترة البسيطة. في أيام العادية ما يقدر يشرب، يعاني طبعًا، وحتى يعني اللي مسوي شهر ما ينفع إنه يصوم في شهر. يفضل إنه ما يصوم في رمضان. لا لا يفضل. وعادة نحن نقول لهم إنه هاي العمليات مو باضطرارية. صحيح. أنت زدت وزنك في السنين ها، فحاول أنك تصوم. أنا ما أقدر فيه. صحيح. فأنت حاول أنك تصوم بعد العيد إن شاء الله تسوي العمل. هم يبغون يجوزون حق العيد، هم يبغون يجوزون حق العيد والمواسم العراس بعد العيد. عادي يقولون عادي نحن بنصوم عقب. يرمون يصومون يعني. يفضل لا يفضل لا على حسب الحالة. إنزين دكتور زي، بس أنا بسأل سؤال قام محمود يعطي أخذ سؤال من إنستغرام. كم نسبة المرضى اللي يحتاجون يسوون عملية مرة أخرى بعد أي عدد من بعد 3-5 سنوات بسبب ما بنقول فشل العملية؟ الناس يقولون فشلت العملية، هي مو فشلت العملية ولكن فشل المريض في الالتزام بأوامر الطبيب بعد العملية. كم نسبة الناس تحتاج تسوي عملية مرة أخرى؟ في قص المعدة 20-20% لين 20%، وهي نسبة كبيرة تعتبر طبعاً. إنه يعيدون وتحويل المسار 15 15%. إذا في ناس سمعنا أنهم شسمة يعني فقدوا أرواحهم من خلال هذه العملية، طبعا هذا اللي بغيت أنا أقوله قبل ما أنت تقرر تسوي العملية
لازم تجلس تجيب الورقة وقلم وتخطط يعني صحيح. أن أي طبيب تروح له أنا بسوي العملية هاي وعندي ممكن تستوي لي مضاعفات اللي هو التسرب والهذا صح. لازم أختار الطبيب أختار السنتر اللي أنا أسير له زين بجانب أنه لازم أمشي على كلام الطبيب والتغذية فللأسف يعني ما بأكثرهم يسوون تجارية لنا سوى الدكتور إحنا نبغي نتكلم عن خدمات اللي تقدمها مستشفى دبي والهيئة بشكل عام في هذا المجال والله شوف نحن قبل العملية نجلس المريض نفهمه ونحوله إلى عدة جهات منهم التغذية والنفسي والطبيب الاندوكرينولوجي الغدد الصماء إنهم ممكن يساعدونه بالأدوية ماله إذا كان وزنه مو مثال للعمليات انه ممكن بالادويه ينزل وزنه صحيح فنحن عاده هالفتره قبل ما قبل العمليه زين الى اي جهه اتصل بسبب تم الغاء اقامه ابنتي ولم يتم ارجاع التامين من شهر شباط شهر شباط اي شهر هذا شهر شباط شهر ثلاثة اظن انا بعض الظني اثنين ف اوكي انا باخذ الرقم ان شاء الله وبنتصل عليك وبنشوف بوجهك حق الجهة المناسبة اللي ممكن أنت تتواصلين معاهم إنزين هل عمر الشخص ووزنه حتى لو ما كان عنده زيادة كبيرة في الوزن يأثر على قبوله كمرشح للعملية؟ والله نحن لنحين مسوين عملية كان 70 سنة عمره ما شاء الله لكن شكله ينبان 55 والريال كان فت يعني وعادة المعروف من 18 إلى 65 60 ممكن الواحدة لكن عندنا مريض سوينا له ما شاء الله زين كم مره ممكن الشخص يسوي قص معده او تغيير مسار انت شو تنصحون على حسب اذا كان كتلته فوق ال50 وعنده ارتجاع وعنده سكر وهذا والضغط فننصحهم بالتحويل مسار جميل اوكي اذا كان وزنه 40 ما هذا وهو متفاهم العمليه ورياضة والتغذية حتى القص معدة طبعا تفيده طيب أحيان شوية بس عندي بعض الأسئلة التغذوية في واحدة كانت تسأل إذا في مجال تتكلمون عن التغذية السليمة للحامل في رمضان خصوصا الأغذية اللي تقوي الدم وتفيد الجنين ممكن تجاوبينها دكتورة طبعا بالنسبة للتغذية طبعا معروف أن أكلنا نحن في رمضان عالي بالنشويات فتحاول تبتعد عن المقالي اللي هم السمبوسة القيمات والأشياء تحاول تخليهم مثلا بالفرن بالنسبة للأغذية العالية بالحديد تقدر تأخذ عصير الرمان الشمندر اللحوم الحمراء ما تكثر منها تحاول تقلل منها مرة في الأسبوع حليب النوق فيه 10 أضعاف الحديد عن الحليب البكر العادي زي هذا يقول حرمتي حامل كله لا يعجبده وما تأكل حتى الماء ما ترم تشرب بالغصب يمكن هذا وحام تجرب ماء الزمزم عن الماء العادي إنزين شو موضوع عملية البوتوكس المعدة هل هي مفيدة أم لا؟ نحن تكلمنا عنها إلا ما في دراسات دل. ما لتوه دش دكتور جاوب. لا عادي على عينه راس. ما في دراسة دلت إن البوتوكس يعني عملية ممكن تنزل الوزن بطريقة كبيرة لكن بجانب البوتوكس الأدوية اللي تعطى هي اللي تساعد يعني. هذه أختك دكتورة اللي كاتبة. كاتبة شعر فبراير شعر تصحح المعلومة شباط شعر فبراير أبو ندى معانا على الخط صباحك الله بالخير هلا أبو صباحك ورد شخبارك الله خليك صباح الخير صباحك ورد تفضل أبويا يسلم عليك محمود سلاما كثير الله يسلمك أبو ندى ندى لك هلا أبوي هي نعم تفضل كيف حالك؟ الحمد لله الله يسلمك مبارك بالشهر علينا وعليك أبو محمود بعد متبارك بالشهر علينا وعليك يا أبو ندى استعيل أبوي عشان ورانا سحب مسابقة بعد قلنا قولي أقول طال عمرك عندي كان ولد مسوي ربط المعدة عملية مع ربط المعدة الحين يعني أشوفه صاير يعني أول كان ما شاء الله متين وايد الحين صاير ضعيف يعني والأكل يعني ما يأكل مثل يعني عادي يعني كان له فوق 6 أشهر طال عمره زين ما عشان شو سوى العملية أبوي عشان ينزل وزنه عملية ما ربط المعدة كان هو يعني أول كان متين وايد ويأكل الحين لا امتنع الحين الأكل هذاك الذي ما يقدر يأكل لقمتين 3 لقمات بس زين إن شاء الله
الدكتور زيد معانا بيجابك على سؤالك. جزاكم الله خير، مشكورين. شكرا لك يا ابو ندم. اول شيء هو مسوي عملية لانه كان وزنه زايد وما ياكل، لانه مسوي العملية عشان ما ياكل. لكن لازم نطالع انه كم وزنه خف على الفكرة، هل هو الوزن اللي خفه طبيعي، هل تغذيته صحيحة، هل يشرب سوائل كافي، صح الاشياء تدل. فاحسن شيء اني راجعنا العيادة وان شاء الله راجع ابو ندى عند الدكتور زيد وان شاء الله تلاقي اجوبة لكل اسئلتك. طيب انا ابغي بعض النصائح اللي ممكن توجهونها للجمهور. دكتورة ببتدي فيك، شو الاهم النصائح اللي الواحد لازم يسويها في رمضان بالنسبة للشخص اللي مسوي هذه العملية، واحد، اثنين بالنسبة للشخص العادي؟ اوكي، بالنسبة للأشخاص المسوين العمليات، حاول قد ما تقدر أنه مثل ما قلت تشرب لترين من السوائل حسب إذا الطبيب صامح لك بالصمام لا، وتأخر سحورك، ويكون سحورك غني بالبوتاسيوم، عنصر البوتاسيوم، لأنه يقيك من العطش، مثل الموز، أن الفواكه، الخوخ، المشمش، أن أيضا سكر التمر السكري المعدل الجلايسيمي ماله قليل جدا، فبالتالي بيرفع لك السكر بمعدل منتظم احسن من التمر بالدبس انه يكون على السحور. اوكي. انا مليون مره اقول لا تسوي هاي الحركات يوم الضيوف يتكلمون، بس ما شي فايده. لازم اقرا اشوف شو يقولون الناس على الانستغرام. طيب دكتور، بجانب الدكتور اللي قالت عن التغذيه، انا انصح انه قبل ما يقرر انه يسوي العمليه يختار طبيب، ويختار انه ان بعد العملية يسوي رياضة والتغذية، هاي اهم شيء. انزين دكتور، يعني العمليات هذه زينة ولا مو زينة باختصار؟ لا زينة، بالعكس وايد زينة. شو رأيك دكتورة؟ ها؟ من الحين ننصح بالتغذية اول، عقب هذا يكون الحل الثاني. انا ليش هي بكم ثنيتكم يا بكم ثنيتكم، لان اخصائي التغذية يقولون العمليات هذه لا توصلون لها، وانت تقول زينة دكتور. كل واحد لسوقه. لا لا ما بكذي، انا بقول لك حسب حالة، يعني 100% الاشخاص اللي يجونا في العيادة محتاجين مسوين لك سنة التغذية مسوين برنامج التغذية، فما نفع اياهم، فيو انه ياخذون استشارة. بالعكس، لان العمليات فيها مضاعفات، فاحسن انه اذا يخف وزنه بالتغذية والرياضة وايد زين. لكن اذا ما قدر ووزنه مثالي للعمليات، ودراسات كلها دلت ان نسبه المضاعفات، الضرر، ضرر العود اللي ممكن يعني يلاقيه من وزنه والسمنه هذه عالي، فافضل انه ينقص وزنه بهذه العمليه، بس انه يكون محتاج. اذا محتاج مبيحة طبعا. دكتوره تقولي مبيحه؟ لا، بالنسبه لحاله المريض مثلا اذا كان في السكري او بعض هالامراض المزمنه، بالعكس ننصحهم، بنصحهم بالهذا، لكن مو بنا أقل عن الكتة الجسم، لا تكون أقل عن 30 وياي ويبغى يسوي العملية. جزاكم الله خير، نحن وايد مستانسين أن كنتوا معانا اليوم، وإن شاء الله عاد سامحونا ابنكم نحن تي على عجالة يعني، ومن يعني كنا منسقي. كان دكتور بعد أنا أدري عندك شو اسمه حالة في المستشفى تبغي تلحق عليها، فسامحنا يا دكتور. دكتور زيد عبد العزيز المازم، استشاري الجراحة العامة والسمنة في مستشفى دبي، وأيضا شكرا لك أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي. أنت أي مستشفى؟ مستشفى راشد. مستشفى راشد، نزلي ورقة يا دكتورة. والله نزل، أنا أدري تبغى هذا تقولي لهم الإجابة صح؟ أبغى أقول لهم الإجابة الصحيحة. أخصائية التغذية في مستشفى راشد عفرة ناصر القطان، شكرا لك. تفضلي دكتورة، المايك عندك، قولي لنا اسم الفايز والسؤال والإجابة وكل شيء. الحين بنسحب عيسى، نسحب على اسم الفايز. الجواب كان الرابع، قبل ما هو الوقت المناسب لممارسة الرياضة في شهر رمضان للشخص الصحي؟ إجابة رابعة، قبل الإفطار بساعة أو أقل، وأيضا نستطيع ممارسة الرياضة بعد ساعتين من وجبة الإفطار. مرة ثانية، الإجابة الرابعة، نستطيع قبل الفطور بساعة وساعتين قبل الفطور، ساعتين قبل. بعد الفطور. الحمد لله. من الفايز معنا محمد نجيب عبد الكريم، ألف مبروك يا محمد نجيب عبد الكريم، فزت معنا بكم؟ 500 درهم من هيئة الصحة. وإن شاء الله يا رب يعني اللي ما حلف الحظ اليوم، نحن موجودين على مدار الشهر إن شاء الله جدين معاكم عبر برنامج صحة وسعادة، ونتمنى لكم إن شاء الله أن أيامكم كلها تكون بصحة وسعادة إن شاء الله. دكتورة شو تبغين تقولين قبل أن نختم؟
أقولهم إن شاء الله كانت حلقة مفيدة لكم. لا لا أنا ما أبغي حلقة مفيدة، أبغي نصيحة. نصيحة؟ إيه. احرصوا استغلوا شهر رمضان لتغيير بعض العادات اللي كان صعب نغيرها خلال السنة، وأنا إن شاء الله نفسي أبتدي بنفسي رح أغير عادة شرب القهوة إن شاء الله ضمن مسابقة هيئة الصحة خلق قدها، تغيير استغل شهر رمضان لتغيير بعض العادات الغذائية، فكل واحد يقول لنا شو بيغير من عادات الغذائية تحت بوست هيئة الصحة. زين، وأنا بضيف على كلامك أنه مو بس عاداتك الغذائية غيرها، حتى عاداتك الأخلاقية النفسية، تعاملك مع الناس، يعني وضعك إذا كنت في الاستوديو مع الدكتورة ندى لازم شوية تعرف كيف أنك أنت تحسن أخلاقك مع الناس. لا عموما جد والله رمضان سبحان الله يعطيك يعني قابلية أنك أنت تغير وايد أمور، حتى ذهنك صافي محمود، عندك وقت تفكر بصفاء ونقاء. ملاحظ أني أنا أفكر بصفاء ونقاء؟ لاحظ في تغيير عليك كل من رمضان. كل من رمضان والله صدق. عموما دكتور نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الغد مع العديد من المواضيع القادمة المهمة جدا جدا. حتى ذلك الوقت نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.